البلع هل فكرت يوما ماذا يحدث عند تناولك للطعام؟ كيف تتم عملية البلع؟ وما هو سبب حدوث كحة مفاجئة خلالها؟ بداية يمكن تعريف عملية البلع بأنها انتقال الطعام أو الشراب من الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء فعند وضع قطعة من الطعام داخل الفم ومضغها ممزوجة باللعاب حتى تصبح مناسبه للبلع يتم دفعها الى مؤخره اللسان وهنا يتم رفع الحنجره وتحريكها الى الامام لتعمل كرافعه ميكانيكيه مما يؤدي الى خفض لسان المزمار على القصبه الهوائيه لحمايه مجرى الهواء من تسرب الطعام اليها وتحويل الطعام الى المريء وعندها تغلق الاحبال الصوتيه ويتوقف التنفس مؤقتا ومن خلال انقباضات العضلات المنظمه في منطقه البلعوم يتم دفع الطعام نحو المريء وبهذا تكون عمليه البلع الطبيعي قد تمت اما البلع الخاطر او غير الطبيعي فتحدث عندما يقوم لسان المزمار بالاغلاق الضعيف للقصبه الهوائيه مما يزيد من فرصه تسرب الطعام اليها وبالتالي تحدث كحه مستمره لتنقيه مجرى الهواء من الطعام وحمايه الرئتين